إكسبرس. مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وتحذيرات المواجهة غينيا الاستوائية نهار الأربعاء مع 8 تعليل في ملعب حمد العقربي في رادس لحساب الجولة الثالثة من تصفيات المونديال. اليوم اكتمال النصاب بالتحق كل من إلياس العاشوري، غيلان شعليلي، أمن الله مميش وياسين مريح بالتربص بعد إنهاء التزاماتهم مع الفرق متاعهم. بالنسبة لمنافسنا منتخب غينيا الاستوائية موجود من البارح في تونس، المنتخب غينيا الاستوائية يوصل على دفعتين وانطلق للتربص متاعه، واليوم يوصلوا حكام المقابلة. نواصل مع مباراة تونس وغينيا الاستوائية، واليوم بدأ بيعان تذكر المقابلة هذه في شبابيك ملعب المنزة، ويتواصل غدوة وبعد غدوة من 9 متاع الصباح للخمسة متاع العشية. نهار الأربعاء كيف كيف في شبابيك مسرح حلاوة طلق في رادس من 9 متاع الصباح للخمسة متاع العشية. أسوام التذكر 5، 7، 10، و15 دينار. بعد الديربي البارح وهزيمة النادي الافريقي ضد الترجي 2-1 لحساب الجولة الثالثة اياب من مرحلة البلاي اوف، حكم المقابلة العراقي احمد كاظم دون على ورقة المقابلة اشعال الشماريخ ورميها على الميدان من قبل جماهير النادي الافريقي، واصابة المدرب المساعد للترجي بقارورة من قبل جماهير النادي الافريقي، بالاضافة الرمي المقذوفات كيف كيف من جماهير النادي الافريقي، هذا اللي دونه الحكم العراقي احمد كاظم. في ورقة المقابلة زاد الترجي دون الاحتراز متاعه اللي أعلم به قائد الفريق في توقف المقابلة، احتراز الترجي بسبب عدم إيقاف الحكم للمقابلة نهائيا بعد تجاوز توقفها لمدة 5 دقائق، الوقت اللي يكون 10 دقائق في الجولات قبل الثلاثة الأخيرة واللي 5 دقائق في الجولات الثلاثة الأخيرة، في انتظار قرارات الرابطة بعد ما دونوا الحكم العراقي أحمد كاظم تقريبا الويكلو من تحصيل الحاصل على النادي الافريقي، في انتظار هل باش تكون فما عقوبات اخرى ولا ما تكونش. الاجابه باش نعرفوها في الايام القادمه بعد اجتماع مكتب الرابطه، هذا بناء على اللي دونه الحكم العراقي احمد كاظم على ورقه المباراه. متوسط ميدان النادي الصفاقسي شادي الهمامي أعلن اليوم اعتزاله كرة القدم في عمر 37 عام بعد مسيرة كبيرة توج فيها ب 15 لقب. مسيرة بدأت من نادي الصفاقسي للكويت الكويتي لنادي دبي ونادي دبل الحصن في الإمارات، بعد نادي الفحيحي الكويتي، وفات مرة أخرى في فريق الأم من نادي الصفاقسي. شادي الهمامي لعب 26 مقابلة مع المنتخب الوطني التونسي وحقق معه لقب الشان في 2011، لعب مرتين مع المنتخب في اللي كان في 2010 و2013، والأهم من هذا برشا احترام ربحه شادي الهمامي بعد المسيرة هذه الطويلة مش فقط من جماهير النادي الصفاقسي. أعلن مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي تيري أونري اليوم على قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في الألعاب الأولمبية، القائمة غاب عليها كيليان مبابي بعد ما كان فما حديث على إمكانية أنه يكون حاضر في القائمة هذه من بين الثلاثي اللي يكون عمره أكثر من 23 عام. زوز ملاعبين أكثر من 23 عام باش يكونوا موجودين في القائمة هذه، أبرزهم ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون اللي باش يكون موجود في الألعاب الأولمبية في عمر 33 عام. أبرز المباريات اليوم خارج تونس، مقابلة ودية 6 متاع العشية كرواتيا ضد مقدونيا الشمالية، 8 غير بعض إنجلترا ضد البوسنة والهرسك، وألمانيا ضد أوكرانيا كيف كيف 8 غير بعض. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات.